ازيكم؟ النهاردة هنتعلم مع بعض غرزة جديدة، وهي غرزة الطوب. الغرزة دي سهلة جدا، وكمان بتنفعنا في ان احنا نحشي بيها الحروف، الاسماء، كل الحاجات دي. فتعالوا بقى عشان نبدأ الفيديو ونشوف بتتعمل ازاي. قبل ما نبدأ بس تعالوا اكلمكم شوية عن غرزة الطوب. غرزة الطوب اصلا بتتكون من الباك ستيتش او غرزة الخلفية، وبنعمل كذا سطر من الغرزة فوق بعض، وبيكون بالظبط نفس ترتيب الطوب. بنبتدي بقى ان احنا نشتغل اول سطر عادي، وبعد كده بنشتغل السطر التاني كل غرزة في نص التانية زي بالظبط كأننا بنطوب. تعالوا بقى عشان نطبقها ونشوف بتتعمل ازاي. تعالوا نعرف طريقة الباك ستيتش أو غرزة الخلفية عشان لو مش عارفينها. فأول الخط بتاعنا خالص بنعتبر ان في نقطة واسمها A، وبعد مسافة بنعتبر ان في نقطة واسمها B، ونبتدي ان احنا نطلع من أول نقطة B دي، وبعد كده نرجع لنقطة A تاني وندخل فيها، وبس بنكرر الخطوة لحد ما نخلص الخط بتاعنا، وهي دي غرزة الخلفية. بعد ما خلصنا أول سطر بنشتغل التاني برضو بنفس الطريقة، بتكون كل غرزة في نص اللي قبلها بالشكل ده كده بالظبط، نفس فكرة ترتيب الطوب أكننا بالظبط من طوب. وبس بنكمل برضو تاني سطر بنفس الطريقة، وتالت سطر بنفس الطريقة، لحد ما نخلص الحرف بتاعنا أول حاجة اللي احنا عايزين نعملها. طيب في حتت مش هينفع نشتغلها بغرزة الطوب زي دي كده، دي هنشتغلها بالباك بس او بغرزة الخلفية علشان هي رفيعة، فاحنا مش هينفع نعمل بيها غرزة الطوب. غرزة الطوب دي للرسومات السميكة او كده، فده خط رفيع فهنشتغله بس بغرزة الخلفية. Thank you.
ده الشكل النهائي للغرزة، شكلها جميل جدا. بس كده الفيديو خلص، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، وباي باي.